السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ليونيكسيس جيمر مرة أخرى. وأما أنا اليوم لعبة ريفت ار بي جي ام ام او ار بي جي أيضا الأونلاين. إذا ريفت هي لعبة ار بي جي أونلاين مجانية اللعب، تم تطويرها من طرف شركة تريون وولز وتم إطلاقها عام 2011. اللعبة تتبع نظام الفاكشن أو القارة، يعني في البداية قبل الدخول إلى اللعبة تختار بين فريقين، إما أن تكون من الحراس يعني الغارديان أو من الدوفيونت وهم الفريق الآخر أو الجماعة الشريرة، وتختار بين 8 كلاسات. تختار بين 8 كلاسات سوف نراها بتفاصيل لاحقا بالفيديوهات القادمة. إذا ثم نأتي لأهم مميزات اللعبة بطبيعة الحال، وهي نظام البي في بي. نظام البي في بي في لعبة ريفت يمكنك أن تلعب القتال لاعب ضد لاعب أو البي في بي في العالم المفتوح بحرية من خلال المشاركة في ساحة الحروب والتي تسمى بالوار فرونت يوجد باللعبة، ويمكنك البدء في البي في بي انطلاقا من الليفل 10. تربح من خلاله مواد مهمة كمادة الفيفر التي تسمح لك بشراء أسلحة ومعدات قوية. إذا كما يمكنك السفر والهجوم على المناطق الأخرى، يعني المنطقة الأخرى. ومن المميزات كذلك نجد ما يسمى بالكرونيكلز، وهي مناطق تتطلب لاعب واحد فقط أو اثنين لإنهائه، وفي اللعبة 13 نوع يعني 13 نوع من هذا الكرونيكلز. ثم لدينا الدنجنز، وهي مناطق القتال تحتاج لتدخل يعني لتدخل إليه إلى الانضمام إلى فريق يتكون من 5 أفراد. طبعا يمكنك إنشاء فريقك الخاص أو الانضمام لفريق معين. وتحتوي اللعبة على 26 نوع من هذا الدنجنز أو الزنزانات، وكل واحد فيها 3 أنواع أخرى، وهي العادي ثم الصعب جدا أو الماستر، أو يطلق عليه الماستر يعني صعب جدا. وكل دنجن أو زنزانة بطبيعة الحال، يعني الدنجن هو زنزانة بالعربية، تحتاج أقل ليفل معين لتدخل إليه المرحلة الأولى، وهو يبدأ من الليفل 15. يمكنك أن تبدأ في المرحلة الأولى، وآخر مرحلة سوف تدخل إليها في الليفل 65. أما مميزات أخرى، مميزات الأخرى الموجودة في اللعبة كذلك نجد الرايدرز، وهي أماكن لقتال وحوش عملاقة وقوية جدا لدرجة أنك تحتاج لانضمام لفريق يتكون من 10 إلى 20 لاعب، كلهم يضربون الوحش لقتل الوحش. وهناك 6 أنواع لهذا الرايدرز. ولدينا من المميزات العديد من الأشياء الأخرى مثل الماونتس، أي الأشياء التي تركب يعني الحيوانات التي تركب عليها، الكومبانيونز وهي الحيوانات التي ترافقك أو ربما المرافقين. ثم لدينا الريكورد فيديوز، يعني اللعبة تسمح لك بتسجيل الفيديو انطلاقا من داخل اللعبة، من يعني بدون برامج من داخل اللعبة مباشرة يمكنك أن تقوم بتسجيل الفيديوهات مباشرة وبالجودة التي تريدها. ثم لدينا الجيلدات أيضا، الجيلدات وكل يعلم يعني العشائر، يعني تدخل اللعبة تمشي عشيرة تدخل أصدقائك وغير هذه الأمور، يعني أشياء عادية جدا للشخص الذي يعلم هذا النوع من الألعاب وغيرها من الأشياء المميزة. نأتي إلى قصة اللعبة. من قصة لعبة دريفت ليست طويلة جدا، المهم تدور اللعبة حول تيليرا، وهي النقطة المحورية الكونية التي تجمع بين الماء والنار والهواء والأرض والحياة، النقطة الكونية حيث تتقاطع الأكوان مع بعضهم البعض، وكل كون يحكمه إله تنين، إله تنين تجسيدا لمكونات القوة. ونظرا لتصرفات تنين الانقراض، روغوس قام بتوحيد تنانين الكون وشكل منظمة تسمى ببلود ستورم، وتهدف إلى غزو التيليرا والاستفادة من تشتت ممالكها. وفي الماضي البلود ستورم تمت هزيمتهم من طرف سكان تيليرا بمساعدة قوة الإلهة
الإله الأصلية، يعني الإله الموجودة بطيليرا. ثم طرد روغوس إلى الأجزاء الكونية في حين أن خمسة رفقائه محاصرين بتيليرا أو ومقيدين بالسلاسل. والمهم في الأمر أن روغوس مؤخرا نجح بدخول تيليرا وأصبح يدمر أجنحتها مسببا تصدعات لهذا الرفد، فهي تعني تصدع بالعربية. إذا المسبب من تصدعات مفتوحة ويتغذى في قوة التنانين المحاصرة، يعني رفقائه من التنانين المحاصرة يتغذى عليهم ليسترجع قوته الكاملة ويدمر المدافعين عن تيليرا. في هذه اللعبة يلعب اللاعبين دور المحاربين الخارقين الذين تحميهم الآلهة الأصلية في مهمتهم للقضاء على قوة روغوس وتنظيف تيليرا من تهديد البلود ستورم وللأبد. Gods now, Guardian. I wasn't chosen for my fate. No! Life Rift! Ancestor souls, your strength is mine! The gods know the score, Defiant. Now, so do you.